شكرا جزيلا معلقنا الكابتن سيد صابر. اذا انتهت احداث الفتره الثانيه من المباراه قبل النهائي لكره السله ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج في قبل نهائي دوري المرتبط بنتيجه 34-26. مباراه كانت كلوز زوايا. اجي ارحب بضيوفي طبعا الكابتن عماد مراد للمره الثانيه، برحب الكابتن محمد السلعاوي. يمكن كابتن عماد راي حضرتك عن الفتره الاولى والثانيه. والله يا كابتن هيثم انا شايف يعني بدايه نوعا ما موفقه النادي الاهلي، ما كانش فيه توفيق قوي في الشوتينج، وكان فيه انسيستنج جدا واصرار ان هم يشوطوا الثلاثيات، ما اعرفش ليه. يعني ممكن ما كنتش تبقى ماشيه، لازم يبقى نلعب يا جماعه من تحت الباص بنتريشن، لازم بنتريشن. انا شايف ابو النصر راجل في الملعب، اليكس كان شايل معاهم، محمود وليد الله اكبر تحت 18 سنه شايل، احمد حمدي لما نزل في الريباوند. بس اللي انا يعني اللي انا يمكن زعلان منه الباد ديفنسيف ريباوند، مفيش ديفنسيف ريباوند، يعني تحس ان في هجمه علينا ثلاث هجمات، يعني ما تنفعش تبقى هجمه ويتلم علينا مره والثانيه والثالثه. يا جماعه احنا لازم نطلع فاست بريك. الحاجه الثانيه انا شايف الناس، يعني انا شايف الناس ممكن تجري يبقى فاضي وعاوز يصمم يشوط، نلعب من تحت الباسكت يا جماعه اربعه داخل، ارجع لثاني الخمسه واستلم والعب في بنتريشن. يعني انا شايف ان شاء الله هنكسب الماتش ده ان شاء الله. كابتن سلعاوي راي حضرتك او تعليقك الفني على احداث الفتره الاولى والثانيه. المباراة صعبة بالنسبة للفريقين، المباراة اعتقد ان هي هتبان في الشوط الثالث والرابع، لكن هي بالنسبة للشوط الاولاني الاهلي بدأ زون دفاع المنطقة، البداية جيدة من سبورتنج في اول الجيم. الربع الاولاني خلص 19-18 لسبورتنج اعتقد ابو النصر واليكس كانوا نجوم الشوط الاولاني بالنسبة للنادي الاهلي، واعتقد ان احمد هشام وخورشيد والليسي كانوا من احسن الناس في بالنسبه لسبورتنج. قدرنا نتسيد الجزء الاخير من الشوط الثاني، وبدا اللعيبه تخرج عن شعورها بالخوف او شعورها ان ده دور قبل نهائي، او ده شعورها ان ده هو ده الحلقه المهمه اللي بتوصلني للنهائي. فاعتقد ان الشوط الثالث والرابع هتظهر قدرات اللعيبه، واعتقد النادي الاهلي ان شاء الله هيأدي مباراه كويسه، واللي هيبقى المكسب حليف النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن سلعاوي يمكن في الغياب، لكن هي المشكله اللي احنا زي ما الكابتن عماد قال، هي مشكله لم الكور او الريباوند زي ما بنقول، لان الكره ترجع ده لايه يا كابتن؟ ترجع لايه؟ يعني يمكن السبورتنج خد علينا في هجمه يعني اكتر من مره اوفنسيف ريباوند، بترجع ده لايه يا كابتن؟ لا طبعا ارجع، انا شخصيا شايف ان مفيش تحجيز بالنسبه للعيبه، مفيش بوكسنج اوت زي ما بنقول، مفيش يعني الرؤيه الصحيحه للكره هتروح فين في الشوتينج. الريباوند بيعتمد على رؤيتك الكره هتروح فين. انا معايا احسن اثنين ريباوندر في مصر، كابتن سلعاوي وكابتن عماد مراد. يعني ما ينفعش اتكلم في الريباوند، احسن شوتر برضه. لا لا بس يا كابتن الريباوند هو اللي بيجيب الكره للشويط حضراتكم. يعني طبعا لما تتكلموا على الريباوند فلازم كلنا نسمع يعني وننصت. كلتا المدربين اعتمدوا على الدفاع الضاغط، شويه سبورتنج عمله وشويه في الاخر اشرف توفيق عمله، واعتقد ان الشوط الثالث والرابع هم المحك او هم قدرات اللعيبه بقى. طب كابتن الشوط الاولاني والثاني كان قدرات مدربين، انا شايف ان كان المباراه شويه متحزمه من قدرات المدربين. طب كابتن خليني اقول لحضرتك، الشوط الاول 19-18 سبورتنج، يمكن السكور عالي شويه يعني ايكوال جيم قصدي. الشوط الثاني 16-7 للنادي الاهلي، ترجع لايه الفرق اللي حصل ان هم سبورتنج حط 7 نقاط فقط في الشوط الثاني، في الوقت النادي الاهلي حط 16 نقطه هو ده اللي عمل الفرق معانا في الفتره الثانيه، ترجع ده لايه يا كابتن؟ الديفنس اتصلح، الدفاع بقى اصبح قوي، اصبح في تركيز شويه في الدفاع، فالدفاع انت بتلم الدفاع، الدفاع بيديك فاست بريك سريع، بيديك كور مرتده على طول على الفرقه الثانيه، لكن هو اعتقد لما تصلح الدفاع هو السبب الرئيسي. رايك ايه يا كابتن عماد؟ والله زي ما بيقول الكابتن سلعاوي، هو فعلا الدفاع، واحنا كمان كنا غير موفقين، يمكن لو كنا استغلينا بعض الكور كنا نطلع بدل الثمان نقط دول كنا نبقى اكتر من كده. بس اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، بالارقام احنا موفقين الشوط الاول، يعني الشوط الاول احنا حاطين 18 نقطه، الشوط الثاني احنا حاطين 16 نقطه. حاطين يعني قصدي اقل يعني هي ولا لوحدك النسبه؟ بس عارف يا كابتن هيثم زي ما قال كابتن سرعان، الدفاع عشان تعمل تحط باسكت لازم تبدا من الدفاع. صحيح. اللعيب يلم الكوره بتطلع فاست بريك بيخلص الماتش، لكن لما تلاقي الفرقه بتلم عليك مره والثانيه والثالثه بتفرق، وده راجع زي ما حضرتك قلت لكابتن سلعاوي ان مفيش تحجيز، ومفيش تحجيز بس اللعيبه
بتندفع تحت الباسكت فتلاقي كرة ترتد وراهم بتتلم مره والثانيه والثالثه. ان شاء الله ربنا يوفقهم. انا شايف ان شاء الله الشوط الثالث البدايه بتاع الشوط الثالث هي اللي ممكن تفرق معنا في الماتش ان شاء الله. يكمل الكابتن اشرف بعد كده يكملوا الرجاله في الملعب هنطلع الماتش ده هيرتاح ان شاء الله اكتر من كده. طب يا كابتن حضرتك شايف الشوط الثالث والرابع المهم لو حضرتك مكان المدربين مدربين لو حضرتك مكان الكوتش اشرف هتعمل ايه ولو حضرتك مكان وائل بدر هتعمل ايه؟ انا شايف لو انا مطرح الكابتن اشرف لازم اغير حاجه خد عليها الكابتن وائل في الشوط الثاني. الشوط الثاني كابتن اشرف بدا الشوط الاولاني من تو من وبعدين غير في الشوط الكوارتر الثاني لعب زون. لازم ابدا حاجه ثانيه غير الزون الشوط الثالث لان الثاني ممكن بيعمل حسابه انه هيلعب كذا بيعمل لعب عليه لازم اغير ما اخلوش يبقى عارف انا هلعب ايه دوت من وجهه نظر كابتن اشرف. طب بالنسبه للكوتش كابتن وائل بقى انا شايف انه هو لازم يعتمد على البيتريشن لانه هو عنده ناس شويته بس كانوا غير موفقين. لو حسبت المس شوتنج عندهم شايتين كتير حوالي 8 جابوا واحده يمكن اكتر كمان يمكن 8 او 10 جابوا واحده وطبعا دي نسبه عاليه تعتبر نسبه وحشه يعني. لو هو اهتم انه يلعب تحت الباسكت احتمال الماتش واحنا ارجو ان هو يخليه في الشوتنج غير موفق عشان نكسب. لا احنا طبعا كل الاحترام والتقدير لا كل الاحترام والتقدير واحنا بنحلل فنيا من طبعا من وجهه نظرنا ولكن كل الاحترام والتقدير كل حاجه بس احنا عاوزين الاهلي يكسب. وخلي بالك برده يعني التايم اوت بيبقى برده واضح ان في شغل كابتن سلعاوي برده من وجهه نظر حضرتك يعني من ناحيه مدير او الجهاز الفني في نادي الاهلي تعمل ايه ومن ناحيه الجهاز الفني نادي سبورتنج تعمل ايه؟ هو طبعا من اول المباراه باين نادي سبورتنج بيعمل ايه. نادي سبورتنج بيلعب على حاجه يعني الشورت جيم ان هو يقدر يحتفظ بالكره لاكبر عدد من الثواني بحيث ان السكور يقرب يكون قريب ما يخليش الاهلي يجري عليه بفرق سكور علشان الفرق سكور ده هو مش هيقدر يعوضه. طب ده في الهجوم في الدفاع سبورتنج كان بيميل لايه؟ الدفاع كان بتاع سبورتنج مال الاول لعب يعني غير وائل من دفاع ضاغط لزون لمان وكان ناجح معاه لدرجه معينه. الضغط الاول ملعب سبورتنج طبقه يا كابتن؟ طبقه بس قدرنا نخرج بيه زي ما كنا اتكلمنا في البدايه. ما كانش عندنا مشكله. ما كانش عندنا مشكله وما بنتش مشكله زي ما احنا اتكلمنا في مشكله الرباط. يمكن حصلت في يمكن في كذا لعبه حصلت بس انا شايف كابتن اشرف ماشي بمبدا هو في مبدا اسمه ريد اند رياكت. طبعا انت لعيب دولي ولعيب عالمي وعارف ان هم ساعات بيحصل دبل تيمينج على بعض اللعيبه ففي لعيبه بتفضى. لا احنا بقى عيبنا ان احنا بتكون ليزي شويه بنكسل ان احنا نباصي بسرعه. ليس عيب انا لعيب اتلم عليا اتنين الفاضي ياخد والتاني هتلاقي لعيبه يفضل طيب معايا اتنين يعني لازم في لعيب فاضي اكيد. فان أكيد شاء الله ربنا يوفقهم يخلصوا الجيم. طب كابتن سلعاوي ده من وجهه نظر حضرتك بالنسبه للجهاز فني النادي الاهلي انا رايي ان الكابتن اشرف هيركز في الشوط الثالث والرابع على الديفنس هيعمل ديفنس محكم وهو متخصص في او يشتهر بحته الديفنس دي فهو هيعمل ديفنس جامد ومن خلال الديفنس والاستحواذ على الكور وهيركز وهيزعق على الريباوند وهرجري عليهم فاست بريك. واعتقد ان احنا التوفيق في 3 بوينت هيبقى حليفنا الشوط الثالث والرابع. وكمان يا كابتن يمكن بدايته بمحمود وليد كابتن اشرف توفيق كانت مفاجاه يعني. لا مش مفاجاه انا قلت لك من الاول ان الولد ده من الاولاد اللي هم وأدى أداء كويس بصراحه بس نوعا ما تعتبر زي ما قلت يا كابتن هيثم مفاجاه لعيب تحت 18 سنه الماتش قبل النهائي في السيمي فاينال يعتبر يعني الماتش قبل النهائي ريسك لاشرف بس انا لو بص بس انا ما اعتقدش انه ريسك بدرجه لان هو اشرف لعبه في كل المباريات السابقه. فهمت قصدك من بعد يعني انت زي ما حضرتك شفت منطقه القاهره والماتشات التصاعديه الولد كان بيلعب وكل كوتش يا كابتن هيثم ادرى بامكانيات لعيبه احنا بره بنتفرج عليه لكن هو شايف اللعيب ده في المواقف الكريتيكال سيتويشن اللعيب ده بيعمل ايه عارف انه الولد بيلعب بقلب جامد ما شاء الله عليه ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. طب كابتن سلعاوي راي حضرتك في اداء التحكيم طبعا كعنصر من عناصر اللعبه راي حضرتك التحكيم في الشوط الفتره الاولى والثانيه؟ اعتقد يعني انا بص التحكيم يعني انا ما بحبش القي اللوم على التحكيم سواء في المكسب او الخساره بس هو التحكيم لغايه دلوقتي ما اعتقدش ان في حاجه ظهرت فجاه او حاجه خارجه عن النص. تحكيم حكام مميزين يعني شايفهم مميزين طبعا مفيش وبيأدوا ما هو مطلوب منهم والميزه على فكره في الحكام ان هي ما عندهاش لون. صحيح يا كابتن حضرتك الكلام ده فعلا فهي الحكام يعني مميزه وحكام بتأدي ما هو مطلوب منها لازم احنا نعذر الحكم هو في ايه اذا كان الكوره يعني بتعمل سلو موشن لينا وبنتفرج عليها في الاعاده وبعض الاوقات تحس ان انت ما بتبقاش
واخد بالك منها صح. فلازم تعذر كمان اللي في جزء من اللحظه بياخد قرار لازم تبقى عذره صحيح. اعتقد الحكم عايز يبدع عشان ياخد الفاينل وكل واحد بيبقى زي اللعيب عايز يبدع والحكم برضو نفس الكلام عايز يعني انا بامانه برضو يعني صوتي صوت حضراتكم الحقيقه التحكيم النهارده موفق بشكل كبير نتمنى ليهم التوفيق التالت والرابع. طب كابتن يعني توقعاتك للمباراه ازاي؟ يعني برضو اكيد انت يعني مدير فني سابق حضرتك كابتن عماد طبعا ليكوا خبره فنيه في الملعب ولاعيبه كمان شايف المباراه برؤيتك الفنيه راح فين؟ راح الاهلي ان شاء الله وفارق وفارق ده وبعد اللقاء هنتكلم وهقول لك هيتاكد الاسباب توقع الحمد لله احنا كل حاجه توقعناها قبل وقبل الجيم واتكلمنا انا وكابتن عماد فيها حصلت بما فيهم تشكيلات وما فيهم لكن انا اعتقد ان شاء الله المباراه هي انا بقولت زي ما قلت لك هي مباراه صعبه صحيح هي مباراه صعبه نادي سبورتنج فرقه محترمه جدا فرقه محترمه اتفرجت عليها انا بقالي فتره ما اتفرجتش عليها هو انا يعني لكن انا كنت متابع برضو متابعهم من فتره لكن هي فرقه كويسه ولكن المباراه في حد ذاتها مباراه صعبه بس هتبدا تفك مع كوارتر الثالث والرابع ان شاء الله. كابتن عماد يمكن فوز المرتبط قبل اللقاء ارد اريحيه شويه للعيبه يعني انا شايف ان المضغوط اكتر هو نادي سبورتنج يعني بمجرد النظره يعني راي حضرتك في الكلام ده هو صح طبعا يا كابتن هيثم هو طبعا عارفين ماتش الرجال يعني ليه اتنين نقطة. ماتش الأولاد الصغيرين نقطة واحدة بس بيفرق ماتش الأولاد الصغيرين جدا 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 يعني جريح. أنت بتعمل حسابك أنت إن شاء الله الرجال يكسبوا النهاردة درجة أولى لو كسبت ماتش الصغيرين أنت خلاص بيتفوق تأهلت فيعني من وجهة نظري ربنا وفقهم يا رب إن شاء الله أنا بس عاوز الأهلي يبدأ الشوط الثالث بحرص جامد جدا ما يفرطش في أي كورة المس باص والريباوند والديفنسيف راوند أهم حاجة ربنا يوفقهم يا رب. طب كابتن انا عايز اكلم حضراتكم في حاجه برضو مهمه جدا صناع الالعاب في الفريقين هم اللي ظابطين تيمبو الجيم هم اللي ظابطين الاداء في في الملعب في الدفاع في الهجوم تقييم حضرتك لصناع الالعاب في الفريقين يا كابتن؟ انا اعتقد ان احمد هشام قام بدور كويس جدا في الربع الاولاني والثاني وقدر يتحكم في ريتم فرقه سبورتنج احنا تبدل عندنا حاتم بحيري ومودي محمد مصطفى مودي والاثنين كانوا موفقين برضو وقدروا يأدوا ما هو مطلوب منهم وزي ما قلت لك جيم مقفول لسه الاثنين موفقين صراحه الاثنين موفقين بصراحه صناع العاب وخاصة ان بس مودي عاجبني بصراحة احمد حاتم ومودي هايلين بس مودي منه لسه اول سنة ليه مع النادي الاهلي حط رجله بشكل قوي جدا بشكل قوي وكمان الميزة في مودي انه الولد قدر يكسب ثقة الجهاز الفني الله عليك يا كابتن يعني انا في رايي الشخصي انتزع ثقة انتزع طبعا لان من الصعب جدا ان تدخل وتعوز الاعجاب وتعتمد عليه رايك يا كابتن عماد في صناع والله زي ما قال كابتن زرعاوي انا شايف ان محمد مصطفى عاجبني رغم انه عمل مس باص بايده الشمال ما كانش في وقتها كنا ممكن نطلع بس بريك نعلى شويه شايف ان حاتم البحيري كويس وانا شايفه كويس وكل حاجه بس مش عاوز الدريبل الكتير الدريبل الكتير بيضيع وقت انا عاوز فاست بريك ده يا حاتم صانع اللعبه لازم تنقل الملعب بسرعه لان كل لعيب لا انت بتاخد الهجمه في ثانيتين ثلاثه بتتاخر في ثانيه لو عندك فاست بريك بتهجم ثلاثه على اثنين او اربعه على ثلاثه بتتاخر في ثانيه واحده بيكون اللعيب رجع لازم نخلص بسرعه بس انا شايف ان هم كويسين الحمد لله وان شاء الله الاداء يبقى في التلاته احسن ونستمتع بوجبه يعني دسمه زي ما بيقولوا من كره السله اعزائي المشاهدين هننتقل لارض الملعب هي قناه السويس بالاسماعيليه لنقل احداث الفتره الثالثه والرابعه من المباراه قبل النهائي بين النادي الاهلي وسبورتنج في دوري المرتبط ومع علقنا الكابتن سيد صابر فالى هناك.